جالو أوجر أشخر برئاسة السيد صلاح الدين الطرهوني قضية كل من أعيان جالو باسم المجلس التسييري باسم المجلس المنتخب تابع السيد جمال اللجان الفرعية وأتى إلى مناطق الواحات وللسيد النائب وقفة جادة مع المجلس التسييري كان متابع يريد أن يكون جنبه. أيضا مجلس الأعيان حقيقة له دور كبير في متابع جيد للمجلس التسييري كان دائما في تواصل مع الجهات أشكرهم على تكبلهم السفر ومشاق السفر من أجل إجراءات تسليم قيام بها وتنفيذها نتيجة لظروفنا ونتيجة الأوضاع اللي احنا عايشينها. الرحمن الرحيم قال تعالى واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة صبركم علينا ومواظرتنا في تكملة هذا العرس عمل كامل يكون تطبيق وتسهيل وتدليل السعاب التي كانت تقع في عمل على تقريب الخدمات والغاء المركزية بنسبة 70% وهنا حرصهم على الرقي بالبلدية وتطويرها. أنا صلاح الدين فرج عبد الله رئيس اللجنة المشرفة والمكلفة من قبل وزارة حكم محلي بحكومة ليبيا المؤقتة على إتمام إجراءات عملية الاستلام من السيد وأعضاء رئيس مجلس التسيير السابق والتسليم للسيد عميد وأعضاء مجلس البلدي الذي تم انتخابه من قبل أهالي بلدية جالو. وهذا العرس هو اختتام الإجراءات التي تمت سابقا بدءا من العملية الانتخابية التي تمت في 11/1/2021 وأيضا انتخاب الذي تم لعميد البلدية. اليوم يتم إجراءات إدارية بإتمام إجراءات التسليم والاستلام والتي على ضوها يباشر المجلس البلدي المنتخب مهامه من هذا التاريخ. لا شك أن المجلس البلدي الجديد سيأخذ على هاتف جملة من الملاحظات والبلدية.